أرحب بضيف في حلقتنا، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأمين البوعزيزي الأكاديمي والناشط السياسي من تونس، السيد البوعزيزي. مساء الخير. مرحبا أخي صالح، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يا أهلا بك. قبل 10 سنوات كنا نتبادل التهاني، لا أدري المقام الذي نقف فيه الآن بماذا يمكن أن نعبر، ما الذي يجري في تونس وكيف تلخص هذا المشهد الذي تمر به تونس منذ سويعات؟ نعم أستاذ صالح، هو أخي يعني إن ربطنا الأمر كما كنتم تحللون يعني بعشرية، طبعا الثورة التونسية بقيت يتيمة بعد الإجهاز على كل شقيقاتها، ألور بقي مطلوب رأسها لأنها يعني بقيت الرمز الذي يقض يعني مضاجعهم. ما الذي حدث بالضبط البارحة؟ يعني رئيس الدولة الذي صعد في لحظة مرتبكة الآتي من خارج المشهد السياسي، صاحب الخطاب الشعبوي المكفر للمؤسسات السياسية، غير معترف بال يعني الدستور من أول ما اعتلى المؤسسة يعني الرئاسة، سلوكه السياسي الذي قام به البارحة ليس جديدا، هل ننتبه أم لا ننتبه؟ هو غير معترف لا بالنظام السياسي ولا بالدستور ولا بال يعني مكونات المشهد السياسي يعني الحالي. صار فيه نوع من التحالف الموضوعي بين حكومات يعني تهمل شأن التونسيين، بين خط فاشي معناها يشيطن الثورة يعني بالكامل، وخط شعبوي إذا كانت تعابير موسى يعني تشيطن الثورة فهو يركب على الثورة، يعني هو معناها تقريبا يعادي الثورة عبر ترديد شعاراتها، لأنه إنسان اللي يعني غير معترف لا بالديمقراطية ولا بالمؤسسات ولا بالبرلمان عادي جدا أن يكون يعني قاطع، أما يعتمد كل هذه الآليات للوصول إلى الحكم وقطع يعني هذا الغصن، هذا ما فعله. طبعا تخيل الفرصة يعني المناسبة، أو قل أنت يعني لحظة أنه فشل الحكومة في التصدي لوباء الكورونا، الحالة صيف وأنتم تعرفون يعني هذا معناها التوقيت في يعني تونس، وضع التذمر يعني الكلي. هذا الصباح تصالح كنت في مدينة صفاقس، يعني المدينة يعني المليونية، أقسم لك بالله لولا أنه ما عنديش معلومة ما حدث البارحة لا شيء في الشارع يشي بمعلومة تقول يعني أنه ما حدث. كيف يعني نفسر هذا؟ جزء منه مقاطع تماما لما يجري لا يهمه، منشغلون في همومهم يعني اليوميه، وجزء اخر من المشهد يعني كذبت اني تحركت باسم الشعب وان الشعب معي، هذا كلام فارغ، فيه نخب سياسيه يعني تصارع، عندك هال100,000 يعني بالضبط. هذه النقطه سيد البوعزيزي التي اود ان اركز فيها معك الحقيقه، لانه وانا يعني متابع جيد ازعم يعني منذ البارحه، لم يتم التدقيق فيها هذه الجزئيه. هل الأحداث التي جرت خلال اليومين الأخيرين والمظاهرات التي أحرقت فيها مكاتب للنهضة، هل كانت مليونية أم هي بضع مئات وفي أقصى الحالات بضع آلاف، وبالتالي هي مظاهرات عادية وما كان يجب أن يتخذ قرارات استثنائية على إثرها؟ لا، هي ما مثل صالح، هي أعمال يعني منظمة، معناها يعني ما يش غضب شعبي عارم وانفلت، لا هي يعني مجموعات منظمة تعيمة تفعل، يكفيك أنه بمجرد أنه يعني تنفيذ عمل ما والانسحاب لا شيء يبقى يعني في الشارع، يعني ما فيش حالة هيجان شعبي ويعني فقدت القوات الأمن السيطرة عليه ويعني ذهب، لا 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 أحد يزايد علينا، نحن أبناء الشارع وأبناء التمرد والعصيان، يعني نعرف هذا، كل ما يجري مرتب ومعزول ولجماعات بعينها، الناس عاقبوا الطبقة السياسية بالمقاطعة، يعني لا يهتمون يعني بهم، من هم في المشهد هم المنشغلون بالحياة السياسية، إما من بوابة التخريب والانقلاب أو من بوابة حراسة الديمقراطية. طيب. والصراع في ظلالها ومن خلالها. دعني أقرب أيضا الصورة أكثر للتونسيين ولغير التونسيين، لأن الحقيقة أنا لا أريد هنا أيضا أن أجرم الرئيس قيس سعيد، لكن دع ندعو ذلك أو نترك ذلك للجمهور إن شاء أن يؤيده أو يجرمه. الرئيس قيس سعيد في حديثه وفي آخر حديث لعلك تبعته مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ومع بعض الشخصيات الأخرى، يعني يحاول الظهور بمظهر المنقذ، لكن الحقيقة لمن يراه، لمن ينظر إلى الخلف،
الرئيس قيس سعيد كان يرفض الحوار، دعوات كانت تهديئة من أطراف كثيرة، من الاتحاد العام التونسي للشغل شخصياً، ومن رئاسة البرلمان، ومن أطراف عديدة، ولكنه كان يتمنع ويضع العراقيل في مسألة المحكمة الدستورية كذلك. إذن كان يعطل السير الطبيعي لحل الأزمة، إن صح القول. أنا هنا أشخص ولا أنتقد. الآن وكأنه يبدو الوضع التونسي هو نفسه تعطل، والرئيس قيس سعيد جاء لينقذ الجميع. هل ترى هناك تناقض أو محاولة لاستغلال المشهد بطريقة ما؟ هو أستاذ كما كنتم تقولون، يعني ربما بالمثل التونسي يقول يطيرها يجري تحتها، يعني عندما كانت الفرصة متاحة أمام تعطل لغة الحوار كما يقال بين فرقاء المشهد السياسي، هو رئيس الدولة، هو فوق الصراعات، هو خصومه وأنصاره، ويعني شق كبير، معناها كما تقول أنت يعني قرابة 3 ملايين، يعني معناها يعني فوضوه وانتخبوه، يعني رجل إجماع يفترض هو المظلة التي معناها يتم الحوار بين فرقاء يعني السياسة. هو دز، اعذرني باللهجة التونسية، يعني زعم أنه شريفة بنت الفاضل، يعني أنهم كلهم يعني منحرفون وفاسدون، وهو الوحيد الطاهر الآتي على جواد أبيض، يعني وبالتالي عمل على مزيد تعفين يعني المشهد السياسي. وتبدو اعذرني على المقاطعة سيد البعزيزي، تبدو هذه الرواية اقتنع بها البعض على الأقل في الشارع التونسي، يعني وكأن النخبة هي التي فشلت وأفشلت نفسها وعرقلت أداء الدولة، وأن الرئيس قيس سعيد هو المخلص الآن، بينما الحقيقة على الأقل يعني كلنا كنا نتابع الرئيس قيس سعيد هو الذي كان يعطل إجراء حوار، وهو الذي عطل مسألة المحكمة الدستورية وأشياء عديدة أخرى. نعم استاذ، هو عطل يعني هذا الامر فقط يروج يعني عبر التضليل يعني للناس انه هو يعني هو المنقذ. انا اخي صالح اربط بتفاصيل صغيره، البارحه عندما اعلن ذهب الى الامام بشكل كبير، يعني تجميد البرلمان وحل الحكومه وايقافات، وبعد يعني بنصف ساعه لا راه تجميد البرلمان لمده 30 يوم يعني فقط. هذا الصباح اصبح الحديث مش يعني حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وإنما عزل بعض الوزراء وتكليف يعني مديرين في الوزارات بال يعني تقريبا يتصرف من يعني الداخل. إيش صار بالضبط؟ يعني أنه بيان الذي قسم الظهر، يعني غرور الذهاب إلى الأمام، أمران يجب التفطن إليهما أخي صالح، أو التركيز يعني عليهما. بيان التيار الديمقراطي اللي تقريبا محسوب من الأحزاب اللي هي ما يسمى بحزام الرئيس، والبارحة رأيتم إحدى نائبات يعني تهلل زوزم حارم يعني كما يقال، معناها تهليلا لما جرى. لكن البيان هذا الصباح قال لا، يعني التأويل الخاطئ أو المجحف للفصل 80 وما ترتب عنه كله غير يعني غير شرعي. بعد ذلك اتحاد الشغل عندما تقرأ البيان أستاذ المطول، البيان ماذا يعكس أستاذ صالح؟ يعكس استراعات داخل الاتحاد، التركيز في النقطة الأولى على تحميل المشهد السياسي الحاكم كل الخطايا وموافقة الرئيس على التشخيص وموافقته على ضرورة التغيير، لكن عملوا له خط أحمر، نعم نوافقك في التشخيص، نوافقك في ضرورة التغيير، لكن ليس بهذا الأسلوب. وعندما يقول الاتحاد لا سي لا، يعني هذا يعني قوة هذه المنظمة الاجتماعية في تونس هي من تزكي نهاية حاكم أو يعني بقاء حاكم. نعم. هو الحقيقة بيان الاتحاد صحيح فيه لهجة كأنها محاولة لترضية مراكز القوة ربما داخل الاتحاد، وحتى مراعاة للواقع في تونس وما إلى ذلك. لكن إذا كان الرئيس الآن وكأنه بدأ قياسا بالبارحة يخطو خطوة أو اثنتين إلى الخلف في محاولة لربما أن يحظى بقبول وإجماع، لماذا إذن ما زال يصر مثلا على إغلاق البرلمان، وأيضا الدفع بالقوات العسكرية التي تحظى باحترام كبير وواسع في تونس دفعها في هذا الصراع؟ لماذا وجود عسكريين في بوابات البرلمان؟ هذه إساءة لكل ما حققه التونسيون، أليس كذلك؟ هو أستاذ صالح، هو تقريبا يعني منذ اعتلى مؤسسة الرئاسة لم يكف عن التحرش بالمؤسسات ومحاولة استقطابها ويعني قل أدلجتها والزج بها في الصراع السياسي. اليوم عزل وزير الدفاع كيف نقرأه؟
يعني وزير الدفاع قال لا للزج بالمؤسسة يعني العسكرية، يعني ما عندوش إجماع في المؤسسة يعني العسكرية في اتخاذها يعني سلاح، لأنه قيل له هذا الكلام، مؤسسات منتخبة لا تجعلنا في صدام معها. ماذا فعل؟ يعني عزل وزير معناها يعني الدفاع. ينجم يعمل كل شيء، لكن معناها ما فعله ما لم يحظى بحزام سياسي داعم كبير لا مشروعية له، لأنه هو اليوم أكثر خطر يتهدده هو عدم الاعتراف. هو الأحزاب التي ناظرت ضد الاستبداد كلها كما يعني لاحظت قالت لا، يعني من معه؟ معه باستثناء حركة الانقلابات يعني فقط هي التي يعني ساندت، يعني باستثناء حركة الشعب ربما وبعض الأنصار في الدولة العميقة القديمة لا ندري، أو بعض رجالات المال والأعمال الفاسدة، وإن كان هو يتظاهر أو هكذا يقول الرئيس بأنه جاء محاربة للفساد. هناك الحقيقة نقطة أود أن توضحها لنا وتوضحها للجمهور سيد بعزيزي. في تونس لا عندنا لا نظام رئاسي ولا نظام برلماني، هو نظام يشمل هذا وذاك متوازن، لكن الحقيقة الرئيس البارحة بدأ يتصرف منفردا، ولا طرف آخر في تونس من مؤسسات الدولة يستطيع أن يتخذ إجراء، لا رئيس الحكومة استطاع أن يلتحق ويعطي أوامر لبعض الوزارات أو بعض الأجهزة الأمنية أن تتصرف، ولا رئيس البرلمان. يعني بدأ النظام وكأنه نظام رئاسي البارح، الرئيس يعطي قرارات ويسرح ويمرح في البلد ولا واحد قادر يوقفه. لماذا هذا المشهد برأيك؟ هو أستاذي بالنسبة لرئاسة البرلمان تقريبا كلنا البارحة يعني سهرنا حد الصباح، يعني في الفجر اتجه إلى مؤسسة البرلمان وتم منعه واعتصم مع من هم يعني معه إلى حدود هذا الصباح، وعقد اجتماع عبر ما يسمى بالاجتماعات الافتراضية، ويعني وقالوا كل ما اتخذه هي إجراءات يعني لا دستورية وغير قانونية ولا نعترف يعني بها. رئيس الحكومة هي ثمرات المروجين لما يسمى بحكومة أبناء الإدارة، يعني هذا خريج المدرسة القومية للإدارة، ابن ما يعرف بأكاديمية التجمع، موظف يعني ما عندوش يعني ما هو شكل مناضل السياسي اللي حتى اعتقلوه باش يجبد الهاتف نتاعه بالاسماس ولا فيديو ويوجه كلمة وكذا، هو مجرد موظف يعني تم تفقيسه وتفريحه في محاضن الإدارة في محاضن أكاديمية يعني التجمع، وبالتالي يعني أنا أعذرني يعني أقالوه بلع لسانه وانتهى الأمر. نعم أتعاطف معه في هذه يعني اللحظة، لكن يعني لا ينتظر منه موقف تاريخي لأنه ليس مناضلا، هو 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 يعني موظف، يعني ألور سيبلع لسانه كما عاش عمره كاملا. لكن مؤسسة البرلمان يعني تقريبا يعني باجتماعها اليوم بتوجه رئيسها البارحة في يعني في الفجر، يعني الرئيس ونائبة معناها الرئيس يعني قالوا لا معناها، ويعني تقريبا بلهجة صريحة ونبرة عالية. لكن الذي يعنيني أكثر أستاذ صالح هو بالنسبة لي المشهد السياسي صاحب النفوذ الرمزي القوي يعني في تونس، كل الأحزاب التي ناظرت ضد الاستبداد قالت لا لهذا الانقلاب. ترى نجيب الشابي ومواقفه موقفه اليوم، ترى الحزب الجمهوري يعني اللي هو يعني حزب القديم وترى يعني موقفه، ترى حزب العمال وموقفه، ترى التيار يعني الديمقراطي وإن كان ابن يعني المرحلة الجديدة لكن فيه مناضلين من الفرحة يعني من المرحلة يعني القديمة، هؤلاء كلهم قالوا لا. وأساسا بالنسبة لي أستاذ صالح، بالنسبة لي لأنه هذايا دعم معنوي لرفض الانقلاب، لكن موقف الاتحاد هو الموقف الحاسم بالنسبة لي في أنه مش مستعد أنه حتى واحد يعطيها كارت بلانش كما يقال يعني للذهاب إلى الأمام. اليوم اقتحام بعض يعني مقرات الإعلاميين بشكل سافر حتى بن علي لم يفعلها بهذه الوقاحة، يعني تشيه هذا الرجل لو يصمتون يعني عليه إلى أين يعني سيذهب. الأخوان عياض بن عاشور وسناء بن عاشور غير المحسوبان لا على المنظومة الجديدة وعلى كل ما يقال، يعني تعرف أنت أكاديميان علمانيان معاديان تماما لل يعني الترتيب الجديد، لكن قالوا ما فعله دجل سياسي ويعني تحريف وانقلاب واضح. طيب. جدا على الدستور سيد، يعني جردوه. نعم سيد بعزيزي، هل من خلال مشاهدتك للحدث عن قرب هل تلحظ أصابع خارجية واضحة ومن تكون؟ لا هو أستاذ نكون صريحين، يعني يعني فرنسا تقريبا معه، ما يسمى بعربان يعني الإمارات يعني تقريبا معه في المباشر، يعني مصر الترتيب يعني المصري معه في المباشر، لكن إن يعني معناها أن نقول بالصوت يعني العالي الجزائر ليست مع يعني ما يجري،
حتى يعني إن كانت فرنسا في ذلك الموقف. لكن اليوم قيل وزير الخارجية الجزائري حط في تونس، يعني ما رشح أنه صار فيه يعني صار فيه يعني مكالمة بين الرئيسان، لكن أيضا فيه معلومات أخرى أكاد أقول لك يعني مؤكدة أنهم لم يعترفوا بما جرى، يعني هذا يعني الذي أقدم عليه الجزائر ليست موافقة عليه. يعني دعنا أختم معك سيد البعزيزي حتى نعطي فرصة للجمهور، لأن سؤالنا الحقيقة في هذه الساعة الأولى ما الذي جرى لفاتحة الربيع العربي وما هو المشهد في المستقبل؟ كثيرون قالوا البارحة على صفحات التواصل بأنه إذا لم يستطع التونسيون كسر الانقلاب في السويعات الأولى سيستعصي عليهم الأمر لاحقا. أنت الآن هل تبدو مرتاح لكسر الانقلاب إذا صح أن نسميه انقلاب؟ ومتى ذلك؟ وكيف على التونسيين أن يتحركوا؟ لماذا أطرح هذا السؤال الحقيقة؟ لأن التونسيون يعني في يعني مراحل عديدة خرجوا بأعداد كبيرة، كان بالنسبة لحركة النهضة أو يعني مظاهرات أخرى، لكن هذه المرة لم نرى الحشود التي تستطيع أن تكسر انقلاب ما إلى حد الساعة على الأقل. طبعا نعم، هو أخي صالح، لأنه هو ثم الأمر يعني مربك من زاوية أنه انقلاب، يعني أنا تتذكر انقلاب 7 نوفمبر يعني تقريبا انقلاب، ويقولوا فتوى وتحول و انقلاب، لكن وانت تتجول في المدينه او في الشارع لا ترى من معالم هذا الانقلاب، يعني لا سطو على المؤسسات الاعلاميه، لا اعتقالات، لا ايقافات ولا شيء، يعني هو تقريب تترس، هو يعني مدرك ان الوضع لا يمكن تمريره بالشكل الوقح هكذا بكل سهوله، وبالتالي يعني كل ما فعله هو يعني جس نبض أربكني البارحه، لكن سلسله تراجعاته منذ بدا يتراجع بدأ يلعب دفاع كما يقال، عذرني بالدارجة، يلعب دفاع أكثر منه هجوم. يعني لماذا؟ لأنه ربما كان ينتظر إجماع من الساحة السياسية، لأنه حتى الذين خرجوا أو ما يسمى بأنصاره هي غوغاء وليست طبقة سياسية أو مناضلين أو يعني شيء من هذا القبيل، يعني من نوع اقتل أسحل، يعني مثلا ما لم نرى أي قوة سياسية ولم نرى أي موقف سياسي داعم له من جهة سياسية، عنده غوغاء وعنده محاولة يعني استقواء، هو منذ الصباح تبين أنه في حالة دفاع أكثر منه يعني هجوم. كلها أنا لا أعتقد أنه سيمر يعني وسيمرر ما يريد على اعتبار عدم قدرته على إجماع أخصاره، ما وراش إجماع سياسي، لأنه هو ما يقول لكش عملت انقلاب، يعني مش انقلاب باش ينفخ كل الناس، هو يعني تسلل من بعض الفصول وقال الدستور يمنعني من حل لكن لا يمنعني من تجميد، وبالتالي يعني ربما سعق من موقف الاتحاد، سعق من إجماع الطبقة السياسية ذات الوزن الرمزي المعنوي الكبير. بذلك علاش ما نجيبش نقول لك أن الشارع التونسي يجزم ويخرج، لماذا؟ لأنك ما ثماش ملامح الانقلاب بالشكل التقليدي المتعارف عليه، حاول أن يتسلل ويراوغ. أنا أرى أخي صالح ما أراه ربما فيه سلسلة يعني اتصالات وسلسلة حوارات يعني ربما معه ليبحثوا له عن مخرج، البحث هو عن مخرج، ربما تتم التضحية يعني بالحكومة وهذا ربما يعني ما يتم، وهذا كان متاح قبل ما يعلن عن هذه الأمور كلها، لو نادى كل المشهد السياسي لذهبوا فيما ربما يعني سيتم معناها الآن، لكنه طالما لم يحل يعني معناها يعني البرلمان، طالما الأحزاب والذاكرة قوية يعني التونسيين، لأنه اللي صار ما صارش انقلاب، يعني صار فيه دم في الشارع دفاعا عن هذه المكاسب، وبالتالي هو اليوم في حالة بهتة وحالة البحث عن مخارج. يعني بكلمة واحدة، الرئيس هو اللي في ورطة وليس الطرف الآخر، هذا أكيد، وليس رفع معنويات أخي صالح، هو يبحث عن مخارج أكثر منه ذاهب إلى يعني إلى الأمام معناها، وربما الطبقة السياسية في تونس اللي صاحبة تاريخ التسويات والبحث عن مثل هذه الصفقات سيمكنوه من هذا، يعني حقنا يعني تونس لا تحتمل هزات أكثر مما فيه يعني هي معناها يعني اليوم، لكن ما أؤكده لك أنه يبحث عن مخرج، وهذه الطبقة السياسية ستمكنه يعني من ذلك بما يستر ماء الوجه. الأستاذ الأمين البعزيزي الأكاديمي والناشط السياسي كنت معنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر.